الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، هيا بنا لنعيش في رحاب أركان الإيمان، وفي مقدمة تلك الأركان مكانة وعظمة الإيمان بالله الواحد القهار، وهذا ما يحمله هذا الدرس تحت عنوان الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله تعالى. نعيش هذه اللحظات في تلك الصفحات. حول هذا الدرس نقف مع العناصر التالية: معنى الإيمان بالله تعالى، الثاني أهمية الإيمان بالله تعالى، الثالث ما يتضمنه الإيمان بالله تعالى، وأخيرا نختم لك عزيزي المستمع القول في ثمرات الإيمان أو بعض من ثمرات الإيمان. معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى أن الإيمان هو التصديق الجازم بوجود الله تبارك وتعالى، والاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء، بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحده المدبر للكون كله، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة. إن معنى الإيمان لا يكتمل إلا بهذه الأمور: أن تصدق بالله في قلبك ويقينك بأنه موجود، وأن تعتقد اعتقادا جازما بأنه الرب، وهذا ما نسميه عبودية أو توحيد الربوبية، وأنه هو المالك لكل ما في الكون، وأنه الخالق لكل ما في الكون وحده المدبر لكل ما في الكون. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالختام الذي زينت به الآية يؤكد على مضمونها العظيم، وهو أحقية الله تبارك وتعالى للعبودية، فهو المعبود سبحانه ولا شك في ذلك، لأنه علي كبير بأحوال خلقه، وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن كل نقص. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تلك معاني الإيمان بالله الواحد القهار. أهمية الإيمان بالله تعالى تظهر أهميته في أنه أول أركان الإيمان، ذلك أن الأساس هو الذي عليه يبنى البناء، فلولا الأساس ما استقر بناء. فالأساس الذي يبنى عليه إيمان المؤمن الاعتراف والإقرار والإيمان بوجود الله، وأن الله تبارك وتعالى هو أعظم معبود. وأول أركان الإيمان وأعظمها، وكل ما يأتي بعده من أركان تبع له وفرع عنه. أيضا من أهمية الإيمان أنه الأساس الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأسس الله عز وجل على هذا الإيمان الملة، إذ إن الملة الحقيقية لا تكون ملة إلا بأن يعترف العبد صاحب الملة أو المؤمن بهذه الملة بمن أرسلها، وهو الله الواحد القهار. الإيمان بالله هو أساس كل خير ومصدر كل هداية وسبب كل فلاح، وفقد الإيمان بالله سبب كل طلاح. لذلك ما يتضمن الإيمان بالله تبارك وتعالى يجب عليك عزيزي الطالب وأخي المستمع أن تقف على ما يتضمنه الإيمان بالله تبارك وتعالى، ذلك أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أمورا أربعة. هذه الأمور أولها الإيمان بأن الله موجود، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، منها ما يسمى بدلالة الفطرة، فالفطرة قد غرس الله فيها الاعتراف بوجود الخالق، إن فطرة الإنسان تشهد بوجود خالقه، خالق هذه الفطرة مهما حاول الإنسان إخفاءها، فكم من إنسان ينكر وجود الله سبحانه، ومهما ضاقت به السبل وضيق عليه في الحياة فإنه
لا يؤمن أبدا، لا يخرج من أزمته إلا بأن يعتقد موجها وجهته إلى الله الواحد القهار بقلبه رب السماء والأرض، وربما يرفع يديه في خضوع ويتزلل، علّه أن يجد عند الله مأوى، وعلّه أن يجد فيه القوة العليا التي تخرجه من كبوته والتي تحقق له الخروج من ضيقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. هكذا أشار النبي إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي اعتراف بالوحدانية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ أشهد الله عز وجل البرية وهي في عالم الذر على أنفسها بالوحدانية، وأشهدها الله على أنه الواحد القهار فشهدت. فهل استقامت الفطرة وآمنت بفاطرها؟ نعم، إن من الأدلة كذلك على وجود الله عز وجل ما يسمى بدليل العقل، فالفطرة والعقل متضامنان. العقل النقي الصافي غير المنساق لمؤثرات الهوى والشهوة، المهيئ لاحترام الحقائق وقبول الحق، الرافض للوهم والخرافة. هذا العقل لو فكر مثلا أن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها، أن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، وإنما من ورائها خالق عظيم. لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأن قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ كما لا يمكن أن توجد هذه المخلوقات صدفة. لماذا؟ لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يجعل وجودها عن طريق صدفة أمرا مستحيلا. إن المرء لو أمسك بكتيب فمزقه وألقى به في ذرات الهواء، أيعقل أن تقوم الصدفة بجمع هذه الأجزاء المتناثرة من الكتيب الصغير لتعود إلى وضعها الأول؟ الجواب كلا. فإن كانت الصدفة لا تستطيع أن تعيد كتابا ممزقا وهو موجود من قبل ذلك، أفيحق أو أيليق بها أن تخلق موجودا من عدم؟ الجواب كلا، فالعقل يقضي بوجود الله الواحد القهار. كذلك من تلك الأدلة التي يجب أن يؤمن بها العبد ويتضمنها الإيمان بالله دلالة الشرع. فالكتب السماوية كلها وما تنطق به من أحكام متضمنة لمصالح الخلق هي أكبر دليل على أن منزلها هو الله رب حكيم عليم بمصالح خلقه. وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها إنما هو أكبر دليل وأقطع دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس عيانا بيانا أو يسمعون بها إنما هي أعظم برهان وأقطع دليل على وجود مرسلهم وهو الله الواحد القهار، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تبارك وتعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم وتثبيتا لهم أمام مهمات الدعوة. إن ما يتضمنه الإيمان بالله تبارك وتعالى أيضا كما قلنا يتضمن الإيمان بربوبيته. بعد أن أثبتنا وجود الله في الأدلة السابقة، نقف الآن على ما يتضمنه الإيمان، أو على الجزء الثاني مما يتضمنه الإيمان بالربوبية، وهو الإيمان بأن الله واحد، بأن الله خالق وأنه رازق، وهو ما نسميه التوحيد العلمي. فالمؤمن عليه أن يعترف بوجود الله
وأن يفرد الله بأفعاله سبحانه، وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف في شؤون الدنيا والآخرة، الملك المالك لا شريك له في ذلك. كذلك من الأدلة على ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نواقض الإيمان، نواقض الإيمان بربوبيته يخرج الإنسان عن التوحيد. فمن اعتقد غير ذلك، أي من اعتقد أن الله عز وجل ليس رازقا وليس محييا وليس مدبرا إلى غير ذلك، فقد كفر. ومن اعتقد أن لله شريك في الربوبية، سواء كان الشريك نبيا أو وليا أو غيرهما، فقد أشرك شركا أكبر. ومن اعتقد أن أي حكم أفضل من حكم الله عز وجل يكون مشركا شركا أكبر. ومن قال لولا الله أنت أو حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر أو أكبر حسب اعتقاده. ذلك ما ينبغي على المسلم أن يؤمن به إيمانا جازما، الاعتقاد بربوبية الله وأنه متفرد بالخلق والإيجاد. كذلك الإيمان يتضمن الإيمان بألوهية الله تعالى، وهذا ما نسميه التوحيد العملي أو توحيد العبادة. الله واحد، وهو الذي ينبغي أن يفيده العبد بالعبودية، فبالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك لا تكون إلا لله. لماذا؟ لأنه الرب، وما دام هو الرب فيجب عليك أن توحده. من أدلة ذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن اجتناب الطاغوت يعني اجتناب عبودية غير الله، ينبغي أن يتم بها الإيمان. ونواقض التوحيد أو توحيد الألوهية أن من صرف عبادته لغير الله فقد أشرك، ومن عبد أحدا مع الله فقد أشرك شركا أكبر، ويسير الرياء شركا كذلك شركا أصغر. كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته مما يتضمنه الإيمان، أن تؤمن بأن لله أسماء وصفات، أسماء حسنى وصفات عليا، من التوحيد العلمي أو المعرفي. ومعنى الإيمان بأسمائه وصفاته الإيمان بما وصف الله بنفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تبديل ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تفويض. إن المعنى الحقيقي أن تؤمن بالله كما أمر، وأن تعترف بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هكذا يشير القرآن إلى أن المبالغة في أسمائه وصفاته بأن يغير الإنسان منها شيئا أو أن يحور منها شيئا يخرج به إلى الكفر والعياذ بالله. يقول تعالى: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. نأتي بك الآن عزيزي الطالب إلى ما ينبغي أن تعيه وأن تدركه في واقع الحياة عن شيء من ثمرات الإيمان. أقول وأتحدث: الإيمان بالله عز وجل له ثمرات جليلة وفوائد جمة كثيرة متعددة، لكن المقام لا يتسع لتعدادها، ولكن فقط نقف على بعضها. فمنها الأمن التام والاهتداء التام، فبحسب الإيمان يحصل الأمن والاهتداء في الدنيا والبرزخ والآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظر إلى الربط الدقيق بين الإيمان والعمل الصالح وبين الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء يتحقق لهم الأمن. أيضا الإيمان بالله طاعة لله، وطاعة على أرقى ما تكون الطاعة، فلقد أمرنا الله بالإيمان به وأمرنا بطاعته وجعلها واجبة، وهي أي طاعته أصل لكل خير. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فكما أن هؤلاء جميعا آمنوا قبلك أيها المؤمن
عليك أن تؤمن بها سمعا وطاعة. الاستخلاف في الأرض والتمكين والعزة لا تتحقق إلا بالإيمان. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالأمن هنا يتحقق ما دام الناس قد آمنوا بالله ووحدوه كما وعدهم ربنا تبارك وتعالى. أيضا من ثمرات الإيمان دخول الجنات والنجاة من النيران. قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنات وعد الله بها الصالحين من عباده المؤمنين بثمرات الإيمان. كذلك من ثمرات الإيمان بالله الحياة الطيبة كما قلنا منذ قليل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة في الأولاد، الحياة الطيبة في المال، الحياة الطيبة في العمل، الحياة الطيبة في كل مسارب الحياة ما دام مؤمنا بالله الواحد القهار. كذلك من ثمرات الإيمان حلول الخيرات ونزول البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الربط بين الأمرين واضح أيها الحبيب. اعلم أن الله يجعل القرى والأمم عندما تكون على طاعة الله يحل عليها الخير وتنزل عليها البركات، والأمم التي تخالف شرع الله يأخذها الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. الهداية لكل خير كذلك من ثمرات الإيمان، يهديك الله عز وجل. إن آمنت جاءتك الهداية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. أيضا عزيزي الطالب، إن من ثمرات الإيمان زيادة الإيمان والثبات عليه. فالمؤمنون يتقلبون من نعمة إلى نعمة، وأعظم نعمة يجدونها من الإيمان بالله هي أن يثبتهم الله على الحق ويزيد إيمانهم. فالثبات على الإيمان سبب لزيادة الإيمان وزيادة الخير وزيادة الثبات. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هكذا أيها الحبيب، اعلم أن ثمرات الإيمان لا يمكن أن تحصى، فلا يمكن أبدا أن تعيش في مسارب الحياة بعيدا عن الإيمان.